إسرائيل أيها وحا أي وجهي سا عبسي آد أوين كد مركي كوحد الحوتيين تأي دالك يمن كدقال لنتا أي دياراد نو عدرونيسكا أي سودا أي كوغانين دينا إسرائيل تاس أو كوغرح دي بارتماها عاسمت دا إسرائيل تل أبيب يدو هالكاسي أي كد شي هالقف هالكا طبانان كلنا أي كودا وعمين دياراد نو عدرونيسكا أي كوغرح دي بارتماها عاسمت دا إسرائيل أي وحا لشيغي إن أي هايد ميد قرشهيد وها إن أي خسار وين جيستو ما دام أو مستافو كبادان إلا لوكون أو كيلومتر أي سو سعوتي وحان أي كودا عدي ميلو دو سفارد دا مريكان كو كولي يهي عاسمت دا إسرائيل تل أبيب وحان أي لشيغي إن أتاني أي عبسي وين كو أبورتي إسرائيليين تا ما دام أو أي تاني هايد عدي أوه ريسي إيه كتما دا لنا عاحوتيين تا إيه ديارد درونيس آه أو لغا صغانو أي كودا عدو إسرائيل قده هيدا إسرائيليين تايا وحا أي شيغين إن أي تاني تايا قطر عصوب أو أي وجهيان ما دام أو نظام كان دفاع عود وكوكول درهيستي إن أو كهر تغو ديارة داسي درونيسكا أه أي كودا عدي إسرائيل وحا أي شيغين إن تاني أي نقونا يسومركي أوه ريسي أي إسكودي أي كوحدا حوتيون تو أي إسكوديان أي قوليستو إستكوديغو داسي إسلامر كاسينا أي وحيا لبادني أي كدالاتو ديارة دهال كاسي كوقرح دي إسرائيليين تو وحا أي شيغين إن ديارة دان درونيسكا أي هاي من لغو فرساميه دالكا إيران إسلامر كاسينا أي نو عيدو وها نو عسري أه أو خسارة بدن جيسان كرتا دعادان وحا عمباريي أقل كعاد أي مرايكان كا ميدوغو يوروب xogayaha guud ee qaramada midoobe waxaan u sheegay inay tani tahay walaac cusub oo xaaladda gobolka bariga dhexe uga sii dareysa ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il ayaan ilaa imika war cad ka soo saaray arintan asayese sharaakiisha dhinaca amniga ayaa waxa ay sheegayaan in ay baaritaan ku hayaan sababta ay nidaamka difaaca ee Israa'il ugu guul dareystay inuu ka hortago diyaaradan droniska ah macmil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kenyan hadaba hadii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys hadii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xirmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo bribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah